السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم رح نكفي بدرسنا اللي هو linear inequation أو inequalities، وكمان رح نكفي ببعض الأسئلة. أعطيني بهالسؤال 2x minus 6x plus 1 over 2 minus 8x minus 1 over 3 plus 11x over 3 less than 0. مثل ما كنا نعمل بالequality بالequation، كنا نتخلص من الفراكشن، نشوف العدد اللي فينا نضرب فيه ونتخلص من الفراكشن. طبعا بنلاحظوا عندي 3 وعندي 2، 3 تايمز 2 هي 6، ففينا اضرب كل الايكويشن ب 6، و 6 طبعا هو ما في عندي شيء، يعني هي اوفر 1، يعني 6 اوفر 1 هي 6. راح اضرب 6 بال 2x، 6 تايمز 2x هي 12x. طبعا 6 اوفر 2 هي 3، فراح نضرب اللي فوق ب 3، يعني عندي ماينس 3 انتو 6x بلس 1. دائما اذا في عندي ماينس على الفراكشن لازم افتح براكت حتى ما يصير في عندي غلط. كمان عندي 6 اوفر 3 هي 2، 2 راح اضربها كمان باللي فوق، يعني عندي ماينس 2 بدي اضربها باللي فوق 8x minus 1 plus 6 اوفر 3 هي 2، 2 times 11x هي 22x less than 0. الخطوة اللي بعدها لازم اعمل expand واجمع اللي بينجمع، يعني يصير في عندي انا هون 12x minus 18x minus 3 minus 16x plus 2 plus 22x less than or equal to 0. الخطوة اللي بعدها رح نجمع اللي بنجمع، بنتراجع على الأكسات هون، عندي 12x minus 18x minus 16x و plus 22x. طبعا فينا نجمع البوزيتيف لواحد، إذا عندي أنا 12x بجمع مع 22x بيطلع عندي 34x، 34x. وإذا نجمع الماينس مع بعض عندي minus 18x و minus 16x، كمان عندي plus 34x. الأعداد عندي minus 3 و plus 2 هي minus 1 less than or equal to 0. طبعا هون عندي إذا جمعتهم طبعا minus plus 34x minus 34x هي 0x less than or equal. إذا أخذنا minus 1 على الطرف الثاني بتصير عندي 1. طبعا هون بتلاحظوا أنه وصلت أنا أنه عندي 0x less than 1. بهاي الحالة أنا عندي هاي أول مرة بتمر معنا، راح نشوف كيف. يعني أنا إذا أي عدد بحطه محل x، مثلا حطيت 1، طبعا 1 تايمز 0 حيطلع 0، محل x 7 بيطلع تايمز 0 بيطلع 0، بالنيجاتيف ماينس 1 تايمز 0 حيطلع 0، فدائما الجواب رح يطلع معي 0 اللي هو less than or equal to 1، يعني ترو على طول. هاي بتكون ترو، لما اقول انا ترو يعني معناته كل الاعداد اللي بحطها محل x بزبط، يعني هاي ترو فور اول x belong to r. يعني إذا أنا بدي أقول إنه عندي قلت for all x belong to r، يعني كل الأعداد لكل real number، يعني لما أقول real number يعني من minus infinity ل plus infinity، يعني إذا بشوف على number line هي من minus infinity ل plus infinity، أي عدد أنا بحطه محل الـ x بيطلع عندي less than 1. يعني كانترفال هي minus infinity plus infinity، ودائما الانترفال open على الـ minus وعلى الـ plus. هاي الـ x belong، هاي solution. رح نشوف اكزامبل تاني. اعطيني x radical 5 minus 3 radical 2 plus x radical 2 greater than 3 radical 5. طبعا خلي الx على طرف، يعني اللي فيهن x اللي هو x radical 5 plus x radical 2 greater than 3 radical 5 plus 3 radical 2. طبعا هم بنجمعوا لانه unlike radical، فبناخد common x، بيبقى عندي radical 5 plus radical 2 greater than، كمان في عندي هون common بيناتهم 3 into radical 5 plus radical 2، يعني ال x greater than 3 into radical 5 plus radical 2 over radical 5 plus radical 2 divide by radical 5 plus radical 2 radical 5 plus radical 2، بيبقى عندي implies ال x greater than 3. x greater than 3 خلينا نشوف على number line، هاي 0 هاي 3، بدي الأعداد اللي أكبر من 3، أكبر من 3 بهالاتجاه لعند plus infinity.
إذا أنا بدي أقرأ الانترفل اتفقنا بقرأ من شمال اليمين أو من الصغير للكبير، يعني من 3 للبلس انفينيتي. اتفقنا دائما هاي open على الانفينيتي، العدد حسب السؤال عندي بس greater، لو كان عندي greater than or equal كان close، بما انه ما في or equal يعني هاي كمان هون open، هاي الx belong هذا solution. طبعا اذا انا بدي احطه على number line بحمل البراكت الانترفل زي ما هني وبنقولن على number line. example ثالث، طبعا هون بالabsolute value احنا اخدين الabsolute value، طبعا هاي بتشبه اي بروبرتي بالدرس الابسوليت فاليو، لما بيكون ابسوليت فاليو اوف اكس جريتر ذان كي راح نحطه على جنب. اذا عندي ابسوليت فاليو اوف اكس جريتر ذان كي، مره باخذ الاكس جريتر ذان كي ومره باخذ الاكس ليس ذان اور ايكوال تو ماينس كي. يعني اول مره راح اخذ 3 اكس بلس 1 جريتر ذان اور ايكوال 1، والمره الثانيه راح اخذ 3 اكس بلس 1 less than or equal minus 1. هون بتعطيني 3x greater than 1 minus 1 يعني 0، يعني الx هون سوري 5 3x plus 5 سير عندي هون 5 يعني 1، بنقول 5 على الطرف الثاني minus 5 بتعطيني 3x greater than minus 4 يعني x greater than minus 4 over 3. من الطرف الثاني كمان ناخذ 3x plus 5 less than minus 1 يعني 3x less than minus 1 minus 5 3x less than minus 6 x less than minus 6 over 3 اللي هي 2. اذا x less than or equal to minus 2. طيب اذا انا هاي بدي امثلها على انترفل، عم بقول بدي الاعداد اللي اكبر من ناقص 4 3، من ناقص 4 3 يعني لبلس انفينيتي. طبعا دائما هاي اوبن عندي انا على اور ايكوال يعني هون على هذا العدد هي كلوزد. طبعا اور يعني عندي اجابه ثانيه. عندي اجابه ثانيه يعني شو انا بمثلها بكلمه يونيون، برمز يونيون سيمبل، هذا يونيون or union. يعني عندي إجابة تانية x less than or equal to minus 2، بدي الأعداد اللي أصغر من minus 2 يعني عندي من minus infinity لهذا العدد minus 2. طبعا دائما على infinity open عندي or equal فهي close على العدد التاني. إذا هاي solution، هاي x belong solution x belong to minus 4 over 3 plus infinity union minus infinity لعند minus 2. إذا منشوف على number line هاي الزيرو بحط الماينس انفينيتي لبلس انفينيتي، الخطوة اللي بعدها بنزل الأعداد اللي هن الروتس اللي معي، عندي ماينس 2 وعندي الروت الثاني ماينس 4 أوفر 3. ماينس 4 أوفر 3 يعني هي 1 بوينت تيجي هون. طبعا أول واحد عم بقول لي بدي الأعداد اللي أكبر من ناقص 4 3 وبدي الأعداد اللي أصغر من ماينس 2 بهالشكل. يعني هي إذا بقرأها من شمال اليمين هي من minus infinity ل minus 2، عندي إجابتين union من minus 4 over 3 ل plus infinity. طبعا فيني أنقل الانترفل دائما هون اتفقنا open على minus 2 كان closed، كمان هون كان عندي closed وعلى plus infinity كانت open.